مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا. شكرا لكم ديما اللي اخترتوا تسمعوا اي اف ام اللي تكونوا معنا من الماضي ساعة ونص الماضي ساعتين في برنامج اسمه مع الناس. معاكم انتوما توانسة وين ما كنتوا، ناخذوا شهاداتكم، ناخذوا زادة مراسلاتكم يوميا لهنا في نص ساعة يومية تكونوا فيها انتوما جزء من الإعلام وصانعي أخبار. حلقة نهار الخميس 28 أفريل 2022 من مع الناس. انتم تسمعوا في مع الناس مع زينب المالكي. البداية من محكمة تونس 2 ونحكيه على جانب قانوني مهم، ولكن زاد بادرة طيبة من المحامين اليوم في المحكمة من أجل قضية نفقة. تفاصيلها شنو وشنو الباهي في الحكاية هذية تسمعوه بعد شوية. نمشيو لصفاقس، نحكيو على سوق الحوت في باب الجبلي اللي وصلتنا منه تشكيات عديد المواطنين بعد وقوعهم ضحية عمليات غش. شنو اللي صاير في صفاقس وفي سوق الحوت متاعو؟ بعد شوية تاخذوا التفاصيل. نمشيو لسيدي بوزيد من بعد، وين أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد البارح بالاحتفاظ بمدير المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد وطبيب يشغل وظيفة رئيس قسم من أجل شبهات فساد مالي وإداري. التفاصيل من سيدي بوزيد في الجزء الثاني من الحلقة. نخدموا حلقتنا مع مبادرة فرح غيرك اللي نظمتها أجي سيسي موروج بشراكة مع فرع مجرين ورادس، باش يتلموا الشابات والشباب ويمشيوا يفرقوا اللعب والحلو ويعملوا ديزانيماسيون في المراكز المندمجة للطفولة. الناس الكل عندها الحق تفرح بالعيد هكا يقولولنا. بعد شوية ناخذوا شهادتهم لهنا في مع الناس. مع الناس في نشرة أخبار المواطنين، أنت الصحافي. اطلبونا على 58 550 707. البداية من محكمة تونس 2 ونحكيه على جانب قانوني كيف ما قلنا مهم، ونحكيه على بادرة من السادة المحامين اليوم في المحكمة. متهم يمثل أمام القضاء من أجل عدم دفع النفقة بمبلغ مالي قدره 840 دينار، علما أنه المتهم من أصحاب الاحتياجات الخصوصية، ما يتكلمش ما يسمعش، وفي حالة اجتماعية زادة متعسرة. أمام المشهد هذا بادر المحامين بجمع المال في أقل من 3 دقائق. كانت النيابة زادة مشاركة في دفع المبلغ باش يقفوا مع الشخص هذايا، وراح بالدائرة رئيس الدائرة بالفكرة وتم الإفراج على المتهم من السجن والإيقاف. نحكيه على البادرة هذه وعلى الجانب القانوني لثبوت حالة الأعسار المضمنة بمجلة الأحوال الشخصية كأحد الحالات اللي تسقط بها النفقة. أكثر تفاصيل مع الأستاذة نادية الشواشي معنا مباشرة. أستاذة مرحبا بك. عايشك مرحبا. شكرا لك. أول حاجة نحب نقولها لفضلك، نحب نقول رأيي مش أول مرة يبادر السيدة المحامين في وضعية كمن هكا بمساعدة الموقوفين. الوضعية هذه صارت قبل في محكمة منوبة وقتها برئاسة القاضية ليلى الهمامي في وضعية كمن هكا، وتم جمع أموال اللي نحكي لك قبل ثورة. صار كذلك مرة في محكمة منوبة مبادرة من المحامين وقتها كانت رئيس السيدة الفاضلة يمينة خرنام. الوقت خفيف شوية وقت، أما اليوم الخصوصية إنه الوضعية الزملاء في محكمة تونس 2 للأمانة هي محكمة تونس 2 حتى على مستوى الكتابة والسادة القضاة وكلهم كما في محكمة النوبة، الحقيقة هي محكمة استثنائية وفما علاقة ممتازة وتحس الجانب الإنساني ياسر موجود. السيد هذا مثل أمام دائرة الجناحية موقوف من أجل عدم دفع من النفقة. الدائرة رئيس الدائرة أسفت من الوضع، ولكني كذلك ما عندهاش الحق باش هي تحكم هكاكا، معناتها يلزم فما في النص فما في الملف ما يفيد الخلاص، تعرفوا القانون تاع النفقة خلص تخرج ما فماش وضعيات أخرى. فبدر السادة المحامين بتجميع المبالغ المالية وقاموا بالخلاص. دوك هما اللي لموا من بعضهم مع بعضهم في وقت قيسي. راه ايش نقول لك الساده المحامين في وضعيه كنك ليش اول مره تعرفوا كي تبدا قضايا بتاع راي والقضايا بتاع حريات واللي وضعيت الا وتجند الساده المحامين ديما في وضعيه كن هكا، وقلت لك مش اول مره يتسي كولكت ولا حاجه ولا في وضعيه كن هكا. احنا الوضعيه اللي طرحت اول حاجه السيد من ذوي الحاجيات الخصوصيه وضعيته حاجة. هنا احنا في صفحاتنا تطرح الموضوع طول النقاش، بما انه مجلة الاحوال الشخصية تعتبر ان الاعصار وضعية من وضعيات
اللي تسقط به النفقة. ما هذا هو معناتها اليوم فما برشا ناس بش أستاذة هو جوست من النقطة هذه القانونية مهمة برشا للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا، على خاطر أنت تعرف أكثر مني أنه نصوص القانون مهمة لكن روح القانون أهم. معناتها اليوم فما برشا يمكن ناس باش يلقاو رواحهم في السيتواسيون هذه، ولا باش يراو رواحهم في السيتواسيون هذه اللي انت باش تحكي لنا عليها. دونك هذه مضمن في مجال الاحوال الشخصيه اللي تثبت الحال الاعصار نتاعو تسقط عليه النفقه. تسقط به النفقه كيفاش يثبت هذا؟ هي اش معناتها العبد كيبدا فقير وما عندوش ساعات تلقى شخص عاجز عن اعاله نفسه مثلا. انا نتفكر في خدمتي مره نضبط سيد وقتها شكى بيها زوجته في النفقة، وهو وقتها تعرض لتحادث وطاح ومشيش بالدين ساقيه، وهو كان صانع صيغي وما يتبش عليها، عارفوا سكي فيك مدقدق كل وقت. وقتها المحكمة قدام الوضعية، والحقيقة وقتها نبتوا الحقيقة تطوعا وقتها نعرف الوضعية، تلقى روحك ثم تغيرات لازم شكون يصرف عليهم. وقتها نتفكر حكم محكمة الناحية بمنوبة، وقتها عطاتوا 20 دينار لكل واحد منهم، زوجته 20 زوجته وبنته، دونك 60، ما هو وقتها 60 المينيموم. أما حتى 60 دينار هو كان في وضعية عجزتين، لأنه الراجل ولا معاق ولا فاقد الجملة معاش حركة وكل شيء، معناتها ولا هو بيدو ديبوندون، معناتها يستحق شكون يعتني به. المشكلة فين؟ هاو شنو الإشكالية؟ أنا عندي في الموضوع مشكلتين، عندي مشكلة كبيرة في المنظومة العقدية اللي كانت ديريكت ما حط في الحبس، واللي كنت أنا نفضل في وضعية كمل هكا يتم الحكم بالعمل للمصلحة العامة، وكذلك الصغار هذوما، خاطر ساعات يكون المعيل ولا المطالب بالنفقة في حالة أثر إيه، لكني في الوضعية هذه شكون ينفق عليهم؟ أنا أقول الدولة لازم تحمل مسؤوليتها في بعض الوضعيات، لأنه صحيح هو ولد السيد هذيك، أما هو زاد مواطن تونسي من حقه في حالة كما الحالة هذه أنه الدولة تاخذ أون شارج في الوضعية الأولى. والوضعية الثانية والأهم أنه هو حل أنك تحط العبد في الحبس. أنا أظن أن منظومة اللي تعتمد على العقوبة السجنية هي منظومة متخلفة ومتخلفة جدا، وهذا ديما نقول، وكنت نفضل أنه يكون القضاء بالحكم بالعمل للمصلحة العامة. أو تقول زادة فما وضعية، تصور أنت عبد قضية في حقه بالسجن مدة شهر أو شهرين، في بينك هو في السجن نفقة تمشي، معناتها عبد أنا معناتها هو ديجا في الحبس وما يخدمش، وقد ما يمشي المدة على قد ما لازمك يخرج يدفع النفقة. أنا في خدمتي عندي عقدين معناتها، وأنا في خدمتي في المحاماة، فما عمره ما عبد يدخل الحبس وهو ينجم يرضى للروح للسجن وهو عنده باش يخلص النفقة. قضية في حقه بالسجن، يلقى روحه مثلا عدا شهرين ولا ثلاثة وإلا اللي هو، يلقى روحه ساعات هو كخرج والنفقة كالبريادة ذيك اللي عداها في السجن هي تمشي. يكون حسب رأيي أنا العمل للمصلحة العامة هو حل على الأقل الشخص هذايا، ونجم ولأعالة الأطفال. شنو أنت شنو ترى أستاذة نادية كما قلت توا ما شاء الله 20 عام؟ أنا مع مراجعة المنظومة العقابية. أنت زادة إعالة الصغار وقت اللي يبدأ البو في الحبس، الصغار بشكل يشربوا والبو اللي تبدا ساعات عنده هو تلقى في حد صار يمشي يسرق باش يجيب، يلزم المنظومه تكون تتلائم والوقت، واذا كي ينجم يخدم علاش ما يكونش القضاء بالحكم المصلحه العامه؟ علاش ما نعملوش تو احنا مثلا العمل للمصلحه العامه؟ في مشكله مثلا تلقى كلش الادارات. انا كيف راى الوضعيه تاع المسخ والوضعيه اللي في البلاد وكل البلديات في تونس هي مقصات من القانون هذيك المنظم للعمل العام. لو كان يتوسع اطار العمل في هذه العمل باليه العمل المصلحه العامه، يولي حتى الدوله كتحل محله في الخلاص فعليا المعيل والمطالب بالنفقه باش يبدا فما فلوس داخله، معناتها هي الدوله مش تعطي، هو باش يخدم بطريقه تقدم خدمه للدوله والدوله هيك هي تعمل الانفاق. الو هذا هو استاذه، معناتها هو يخدم يقدم الخدمه هذه العموميه والدوله هي اللي تخلص. بالضبط. انا الحقيقه تعربي في جميع الجرائم، عاده ثم جرائم من الخطوره بمكان اللي الحقيقه هو يقول لك العقوبه العزل توا في العالم اجمع، ولينا نبعدوا على العقوبه السجنيه ونحكي ديما على العقوبه البديله، الا انه فما الجرائم الخطيره يقول لك التي تستوجب عزل
عز القري مو بتاع عن المجتمعي طبعا قاتل ولا حاجه ومع حتى جرائم هم تنين جرائم العزل راهو فيهم كذلك متابعه نفسيه كل لانه قل وندر ان كل مجرم هكاك او اغلب المجرمين يبداو مجرم بصدفه ولا عرضا. احنا تجينا في تونس هي تفرخ مجرمين. انت كي نترى نسبه العود راهي 70% راهو نسبه مفزعه معناتها اللي يدخل المنظومه اللي قاعده تصلح لا حتى شيء ماهوش هي المقاربه الصحيحه باش نجموا نحسنوا المجتمع تاعنا. 70% نسبه عود راهي نقول لك نسبه مفزعه مش كارثيه معناتها عموما اللي يدخل الحبس عموما الا ما رحم ربك يعاود يرجع. دونك ديما نقول سجن مش حل. انا زملائي في محكمه تونس اثنين بالحق يعطيهم الف صحه اللي على المبادره اللي عملوها مش لولا قلت لك صارت قبل في بنوبه هذيا يعطيهم زاد الف صحه شكرا للمحكمه. انا ما كنت تبدا حاجه في انا ديما نقول ثم محاكم الحقيقه في تونس الكبرى كيما محكمه منوبه خصوصا كيما محكمه تونس اثنين هي المحاكم ومحاكم تونس الكل الحقيقه المحاماه في تونس قاعده ديما فيها كل جانب لكن الانسان لكن القوي يعطيهم هما الف صحه على المبادره اللي خلت تحط الضوء على الوضعيه هذيا. زملائي في محكمه تونس اثنين اللي دون استثناء كلهم ممتازين وكذلك نشكو دايره اللي هي كانت حقيقه ممتازه والنيابه العموميه كذلك اللي الحقيقه تاع ربي كانوا اكثر من رائعين واللي خلينا نشكرهم استاذ القانون والانسان خاطر القاضي والا المحامي هو انسان طبعا هذا هو زاد ديما نقول المنظومه العقديه متحلفه جدا يجب مراجعتها. انا نشكرك استاذ ناديه شواشي بارك الله فيك اللي انت كنت معنا. احنا زاد حابين نشكر المحامين على البدره نتاعهم لكن زاد كيف ما انت قلت بارك الله فيك اللي كنت موجوده وحدنا لهذا الاهم هو تسليط الضوء على هالنقاط هذيا. نفكر مجله الاحوال الشخصيه التونسيه اللي كانت رائده في وقت ما في زمن ما اليوم زاد لازمها تواكب العصر لازمها تتطور لازمها تزيد تتحسن لازمها تنظر للانسانيه نتاع الناس وتنظر كيفاش تكون فعاله في صناعه مجتمع يكون به يكون سليم يكون متجانس. دونك هذا الكل لازم يتعاود يترافى. شكرا ليك استاذه على لفت النظر هذا وان شاء الله تكون فما مبادرات اخرى باش نفهموا ولا باش نعرفوا شنو هما الحاجات وشنو هما النصوص اللي لازم يصير فيها زاد تطور بحسب تطور المجتمع. خليكم معنا احنا مباشره باش نمشي ومن محكمه تونس اثنين ومن ولايه تونس نهزوكم لولايه صفاقس. في صفاقس نحكيو على سوق الحوت في باب الجبلي سوق معروف الناس تمشي له الناس تقبل عليه اللي وصلتنا منه الحقيقة تشكيات من عديد المواطنين بعد وقوعهم حسب كلامهم وحسب شهاداتهم ضحية عمليات غش. الشهادات تقول أنه أغلب البياع غادي يتعمدوا الغش في الميزان للربح السريع وحتى أعوان الأمن ولاو يغضوا الطرف على الممارسات هذية ديما حسب نفس الشهادات. أكيد فما شكون في السوق هذايا يخدم على روحه وما عنده حتى مشكلة وما عنده حتى مشكلة مع الحرفاء. احنا حابين نفهموا الشهادات هذه شنو اللي رصدوه بالضبط في السوق هذايا باش يحكي لنا أكثر على الموضوع المواطنة الصحفية هاجر بن عمر. هاجر مرحبا بيك. مرحبا بك أختي عسلامة. شكرا ليك للا اللي أنت موجودة معانا. نحكيو اليوم على سوق الحوت في باب الجبلي سوق معروف العباد تحب تمشي له تحب تقضي من عنده فما ناس زادة معروفين لكن ولات فيه زادة ممارسات أنتم رصدتوها شنو اللي ريتوه بالضبط؟ باش نوضحوا حاجه في سوق الحوت هو مكسب للصفاقسيه الكل بالطبيعة. وحتى اللي مش من صفاقس يجيب الذمه ليه باش يقضي منه ما شاء الله تلقى فيه الخيرات السرعه وهذا نعرف صفاقس بلاد حوت والصفاقسيه كل نهار تاسك لازم القضيه نتاع مرقه صبار ولا شنو الحوت ما في حياتنا اليوميه ربي يديم الخير في صفاقس وتونس الكل. عايشك عايش اختي وليت من مده تو وليت الغشه هي العنوان نتاع السوق كيفاش رصدتوا هذه على خاطر ما هو انا باش نتكلم وسامحني هاجر باسم الناس اللي ما تنجمش تتكلم اللي هما الناس اللي تخدم في السوق فما برشا ناس اليوم يقول لك ما تحكيش يا سيدي على الناس الكل احنا فما ناس تخدم بشرف وناس تخدم من اول الدنيا وعندها سمعه وكل شيء وتعرف التجاره قائمه على السمعه دونك هذه حاجه معناتها خطيره برشا. انتوما كي تقولوا رانا لاحظنا الغش في شنو رصدتوه بالضبط نحب ماذا بيه تكون دقيقه معايا ولد ظاهره انه في الميزان اسرتوا الميزان عرفت مثلا انا عاينت حاجه قدامي نهار اللي فات أيوة. امراه مثلا شرات قالت اعطيني كيلو شوابي اي ده خرجت لبرا جوست خرجت لبرا عند خضر توزن فيه تلقى 700 جرام معناتها هي المواطنه مشات ثبتت معناتها خذيت كيلو أي. بعد مشات ثبتت لبرا قالت وزن لي كيلو شوابي مشات شرات كيلو شوابي مشات توزن فيه تلقى 700 جرام مشات لعون الامن قدامي ما عمل لها حتى شيء
شنو قال لها عون الامن كي مشيت شكي؟ بون ما ركزتش اش قال لها خاطر بعيده عليا ما شفتهم بعد مشيت على روحها المراه معناتها يلزمها هي تمشي تطالب بحقها وحدها وهي روحها مش كيفاش مش ترجع حقها خليت انه الميزان غش في الميزان غش في السلعه تجم انت توقف على الحوايط تجم توقف على الحوايط تقول وزن لي هذه كذا كذا يوزن لك قالوا الراب قدرة قادر يتبدل السلعه تروح تلقى سلعه اخرى ماهيش اللي انت اخترتها ولا اللي خديتها اي ماشي ماشي ليكوزي حاجه المعروض حاجة واللي شريته أنت حاجة أخرى ومش تلقى أنت شاطر ومش يطيش في الزبلة خاطر فاقد الصلوحية معناتها ما يتاكلش فهمتك حتى معاش قطوطة ما تعطيه له يتاكلك عاد الحوت هذاك فهمتك فهمني كيفاش والظاهرة مش في واحد مش في اثنين مش في ثلاثة برشا ولو العباد يتجنبوا أنهم يخدموا من السوق هذاك اللي هو مكسب معناتها نورمالمون أنت هذاك سوق الحوت هذاك العباد الكل تهبط تشري منه هو ولا العباد ما راحش تحب تاخذ منه ولا تاخذوا من الثنايا احنا تحاول جارك دار شنو تلقى حتى في برويطه وناس الطرف خوت شي من عنده ما يغشكش لا في الميزان لا في الكاليتي تو سوق الفوت ولا مسمي على الغشاء وخلاف انك انت باش تمشي ترجع للبيع باش تحكي معاه يجي يعمل لك شوها يجي يعمل لك عركه خاطر معناتها كنت تقول انت واحد ينجم يقول غلط في الميزان يرجع له يقول له هاك غلط لي يعمل له مشكله في عوض يرجع له ولا في عوض اي يعمل له مشكله يعمل له مشكله ولا يخوف اصلا كي تغضر كي تجي تحكي معاه تخاف انت هو ما شاء الله معناتها جهامه وبدن ما نلقاش يا مش صديقتي مش كل واحد جهامه وبدن معناتها يخوف معناتها ما تخليش الناس تغش علينا ليه فهم انا فهمتك هاجر لكن مو ديما نردوا بينا من الحاجات على خاطر فما برشا ناس ما شاء الله عليهم جهامه وبدن وفي قمه الاخلاق فوالا هذا هو يخدم بحلاله ربي يعينه اكيد 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 احنا متفاهمين صحي تم اللي يسرق واللي يغش في الميزان لازم يتحاسب زيد صحيح لازم ديما الحملات الامنيه في شهر الفضيل وديما يا هاجر خلينا نبداو معناتها منظمين معناتها اليوم هاجر مواطنه في صفاقس تقول لك عندنا احنا مكسب وعندنا ريفيرونس كبيره اللي هي السوق هذايا تاع باب الجبلي الناس تجي وانا نعرف الكلام هذا من تونس الكل مش كان صفاقسيه يمشيوا يقصدوه ويعرفوا لاكاليتي نتاع الاسماك اللي موجوده الغادي يحبوا يمشي وعندهم التقاليد نتاعهم اليوم فما ممارسات اللي يخليوا الناس اللي عايشه وعندها صنعتها السمعه نتاع السوق هذايا من اول الدنيا اليوم السمعه هذايا تتمس على خاطر يعملوا في لي براتيك هذوما مواطنين يقول لك كيما هاجر تحكينا توا لعينيها مواطنه تمشي باش تاخذ كيلو من سلعه ما تخرج في البرة تقيسها تلقاها 700 غرام والا تاخذ سلعه تلقى نوع واحد اخر ويني المراقبه نتاع الاسواق هذايا اليوم الناس اللي ترى في الاسواق نتاع الاسماك وترى في غيره معناتها الواحد وقت اللي يمشي ويقدر باش يمشي ياخذ طريف ولد بحر ويتمتع بها ونأكد لكم اللي الحكاية هذية ما تصيرش كل يوم وكل ديما معناتها هو بيدو ربي يعلم بيه كيفاش يمشي ياخو يزيد يروح يلقى سلعة ناقصة ولا يلقى سلعة مش هي دوك هذية شكون يراقب هذا شكون يراقب لبخاتيك هذوما وشكون يردع الناس هذية متوليش زاد المواطنين في مواجهة بعضهم معناتها اللي بيع واللي يشري ولازم فما جسم مراقب يخلي الناس الكلها تخدم وتحترم القانون. شكرا لك يا هاجر على الشهادة متاعك. تحية للناس الكل اللي تسمع فينا في صفاقس وإن شاء الله يا ربي يبدأ فما حل على قريب وتكلمونا تقولونا زادة شنو اللي صار في السوق هذا. خليكم معانا بعد شوية ويقول لي أمين عنده الحق يقول لي ماذا بينا وزارة التجارة زادة تكلمنا نفهم من عندها شوية شنو اللي نجم يصير باش يحسن الوضع متاع السوق هذايا وغيره من الأسواق في تونس الكل. خليكم معنا احنا بعد شوية نهزوكم لسيدي بوزيد وين نحكيو على الاحتفاظ بمدير المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد وطبيب يشغل وظيفة رئيس قسم من أجل قضايا فساد شنو التفاصيل متاعها شنو التهم الموجهة لهم تعرفوا هذا الكل بعد شوية. شكرا لكم الكل اللي موجودين معانا اللي تسألوا فينا كيفاش تتصلوا بينا على ذمتكم ديما رقم الهاتف 58 550 707 على واتساب تنجموا تتصلوا بينا وتبعثونا الفيديو متاعكم كل الوثائق اللي تثبت الرواية اللي تحبوا تقدموها لهنا والخبر اللي تحبوا توصلوه ومرحبا بكم تكونوا مراسلين مواطنين كل يوم لهنا في مع الناس. كيف ما قلت نمشي لسيدي بوزيد وين أذنت البارح النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بمدير المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد وطبيب يشغل وظيفة رئيس قسم من أجل شبهات فساد مالي وإداري توجهت للأطراف الزوز هذوما تهمة الاشتباه في الاستيلاء على أموال عمومية واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو
لغيره، وتبقى الاتهامات هذه كيف ما قلنا شبهات حتى لين يتم إثباتها قضائيا وقانونيا. في الوقت اللي يشهد فيه مستشفى سيدي بوزيد اليوم وقفة احتجاجية رافضة للاتهامات هذه. وتفاصيل أكثر على الوضع غادي مع المواطن الصحفي فوزي الفالحي معنا مباشرة. مرحبا بك سي فوزي. حسيمة تحية لك أخت زينب، تحية لك كل مستمعين. شكرا لك اللي أنت موجود معنا. المستشفى في حالة اضطراب، اتهامات لمدير لرئيس قسم، ووقفة احتجاجية تندد بهالتوقيف هذية. شو اللي صاير بالضبط وشو من الاتهامات الموجهة لمدير مستشفى سيدي بوزيد والطبيب رئيس القسم؟ للتوضيح هو الاحتفاظ بمدير المستشفى مش المدير الجهوي، و مدير المستشفى متفاهمين ايه مدير المستشفى اي طبعا المستشفى اللي هو رئيس قسم الاستعجالي اللي هو دكتور واصل المقني. دكتور واصل المقني هذايا انا ندعوك زينب وندعو كل المستمعين وكل المتابعين للشأن العام انهم يدخلوا في جوجل ويكتبوا دكتور واصل المقني ويشوفوا السيد هذايا. السيد هذايا انسان باتم معنى الكلمه. السيد هذايا خدم تيره الكوفيد، تعرف علاش هو شنو السبب الرئيسي؟ انا هات سي فوزي خاطر انا تو فهمت اللي الوقفه الاحتجاجيه ضد هالاتهامات هذيا الكل وهو باش نحكيو عليهم لسنين، لكن انا نحب نعرف شنو التهم اللي توجهت لهم، علاش يتم التوقيف؟ التهم هي كما كنت تحكي واحنا التهم هذيا اللي نعتبرها هي تهم كيدية وتهم باطلة، ونحن نعرف السيد هذا عن قرب، نعرفه وتواصلي معه طيلة فترة الكوفيد. السيد هذا تليفونه ما يتسكرش لا ليل لا نهار. السيد هذا خدم شهرين، يخدم شهرين في قسم الكوفيد اللي بعض الأطباء وأقول البعض أنهم رفضوا أنهم باش يخدموا حصة الاستمرار، حصة الاستمرار بقسم الكوفيد، والسيد هذا يبقى شهرين يخدم ليلا نهارا في الجارد في قسم الكوفيد، وصل يخدم هو وفاملي. وتعرف الوضعية، الناس الكل تعرف الوضعية نتاع المستشفى الجهوي سيدي بوزيد، وتعرف الوضعية نتاع الكوفيد وعدد والعدد الضئيل والضئيل جدا في عدد الأسرة. والسيد هذا في الوضعية كيفاش يخدمها اليوم يتم الاحتفاظ به؟ علاش؟ بتعلة أنه تجاوز عدد حصص الاستمرار، وأنا راني قبل أني ما نتم ندخل معكم، راني تحررت في الموضوع واتصلت بالمسؤولين الناس اللي مطلعين في القانون والسيد في الشأن هذايا أنهم يقول لك راهو ما ثماش حتى قانون يضبط البلافون تاع حصص الاستمرار في المستشفى، خاصة في المستشفى راهو القانون يقول في المستشفيات ذات الأولوية. هو بالنسبة لدكتور واصل حصص الاستمرار اللي قام بها، نعطيك يا وقت زينة خليني أوضح للرأي العام، راهو بالحق راي علاش احنا اعتبرناها تهم كيدية وباطل؟ راهو يجي يقول لك راهو السيد هذايا تجاوز البلافون تاع حصص الاستمرار. عن اي حصص الاستمرار تحكي؟ عن اي قانون تتحدث؟ انا نتحداك ونتحدى السيد ونتحدى الجهة اللي هي قامت برفع القضية، انا نتحداهم انهم ينشروا القانون اللي تم الاحتفاظ عليه. انا ليس معنا في البلاد هذية معنا ثقة في حتى واحد، ثقتنا في القضاء. القضاء هو الفيصل، القضاء اللي هو انا متاكد اللي انه باش ينصفه، متاكد اللي باش تتم معناها تبرئته، ولكن الى متى الدكتور؟ الى متى يا زينب؟ الى متى انه يتم التنكيل فعلا واللي نسطر عليها بالاحمر، التنكيل بالاطارات الطبيه، الناس اللي خدمت في الكوفيد، الجيش الابيض اليوم يتم التنكيل به، راهو مش عيب انه يتم الاحتفاظ بالطبيب، راهو مش عيب يتم الاحتفاظ بمدير المستشفى، نحن مع القانون، نحن مع المحاسبه، نحن مع المتابعه، ولكن نحن ماناش لن اكون معنا شاهد زور، ونحن رانا نرفض ولن نقي عن في صف انه راهو التنكيل مع الاطباء والاطارات الطبيه، راهو شك راهو مرفوض، وانا ادعو وزير الصحه، ادعو وزير الصحه الى الاشراف على هذا الملف وإلى متابعة هذا الملف، وأنا متأكد أنه باش يتم تبرئة المتهمين، ولكن احنا ماشي باش ناقصوا غادي راهو بالبراءة، رانا مطالبين بمتابعة الناس هذوما، الناس اللي تصطاد في مياه العكر، الناس هذوما اللي تنكل اليوم، احنا اليوم في مشكل نتاع أطباء الاختصاص، في مشكل أنه الناس باش تجي للجهات أنها وتقوم معناها وتخدم الأطباء في الجهات هذه، اليوم يتم التنكيل بالأطباء، هذا عيب وعيب واضح يا سي فوزي. واضح سي فوزي، نحب نشكرك على تقديم الشهادة هذه، حبينا ناخذ باش نفهموا شنو اللي صاير في مستشفى سيدي بوزيد، الوقفة الاحتجاجية، إيقاف رئيس قسم الدكتور اللي كان يحكي عليه سي فوزي، ومدير المستشفى بتهم فساد، اليوم يقول لك طبعا القضاء باش يبت في القضية هذه، فما تحقيق وباش نحترموا النتائج نتاع التحقيق هذايا والكلمه نتاع القضاء،
والوقفة الاحتجاجية يقولك كيفاش يصير هذايا، مش على خطر أطباء ولا خطر مدير مستشفى، لكن يقولوا المحتجين أن هذه تهم كيدية وما فماش أساس منها من الصحة. نستناو نتائج التحقيق، نتائج البت في القضية، ونشوفوا شو اللي صار في مستشفى سيدي بوزيد وشو اللي قاعد يصير فيه. شكرا ليك سي فوزي، بارك الله فيك اللي كنت معنا مباشرة. نحن باش نكملوا الحلقة مع مبادرة فرح غيرك، توتسوي تفاصيلها مع الناس. المبادرة اسمها فرح غيرك، انتم الكلكم تعدوا في الأوقات والساعات للعيد، الناس الكل تحب تفرح، وأكيد العيد متسمي على فرحة الصغيرات. فما أجي سيسي مروج بشراكة مع فرع مقرين ورادس باش يتلموا شبات شبان باش يمشيوا يفرقوا اللعب والحلو، يعملوا انيماسيون في المركز المندمج للطفوله برادس اليوم، وباش يكونوا زاده موجودين نهار السبت في قسم الامراض السرطانيه في سبيطار عزيز عثمان. ربي يشفي جميع السامعين. نفهموا اكثر المبادره هذه مع ذكرى شنوفي. ذكرى مرحبا بك. عسيمه مرحبا، شو احوالك ذكرى؟ الحمد لله، لاباس عليكم؟ احنا لاباس، وانتوما؟ احنا لاباس، احنا ديجا توا في المركز المندمج برادس. جميل. الاجواء ياسر مزيانه لهنا مع الصغيرات والكل. دونك ساعه جو بريزونت، انا ذكرى شنوفي رئيس جمعيه شباب مبداو الواعي بالمروج. الاكشن فرح غيرك هي اكشن بشراكه مع فرعنا مقرين وفرعنا رادس ومعهد الصحافه اللي بشي. قررنا انه عيد السنه نحتفلوا به اوتخوزون. دونك خذينا كادوات وخذينا شويه حلو وشويه لعب ومشينا للمركز المندمج في رادس اليوم باش نعملوا عشويه معاهم مع لي كلون. نحاولوا نبارتاجيو فرحه العيد لو ماكسيموم مع الصغيرات هذوما، على خاطر نحن كل واحد فينا قاعد يعيد في دار وهما ريال مو مستحقين هالفرحه هذي. صحيح. هذي بالنسبه لليوم. بالنسبه لنهار السبت ان شاء الله باش نمشيو للقسم الامراض السرطانيه في السمانه. هذا كيف كيف نفس البرانسيب، خذينا دي كادو وخذينا شويه حلو وشويه لعب باش نفرقوا مع الصغيرات اللي هذيك اللي هما اونفيرون 16 معناها ابوبخي هكاك الشيفخ. 16 صغير في المستشفى نتاع عزيز عثمان نهار السبت. 16 فوالا 16. دونك كيف كيف وهذا باش يكفي يا ذكرى الصغيرات الكل، والا انتم هذه اللي نجمتوا؟ احنا باش نمشيو ساعه القسم ليه؟ احنا ولا محاله، احنا كان مزادينا يكون اكثر. اما احنا جمعيه وني اونكور جون. وهذا علاش انا نحب نسال، علاش نحب نعرف كان عندكم فكره على عدد الكل. بالك فما ناس قاعده تسمع فينا تحب تكلمكم وتساهم معاكم وتكون موجوده باش تفرح الصغيرات الكل في عزيز عثمان. احنا مزادينا هو قسم الامراض السرطانيه اللي موجودين فيه كانوا 18 صغير. للاساس معناها فما زوج صغيرات الله يرحمهم او يرحمهم ديجا يلون ديسي. دونك لو شيف قاعد سيز بور مومون، احنا عندنا سيز نجموا نمشيو اكثر معناها للصغيرات في الاقسام ما عندنا حتى مشكله. اي بيان سور، لان نحن ولي كونديسيون اللي شكون موجودين عندنا نحن. واضح. انا نحب الناس الكل اللي قاعدين الناس اللي قاعده تسمع فينا واللي تحب تشارك، نعرف اللي برشا ناس يحبوا يفرحوا صغيرات في العيد، يحبوا يفرحوهم باللعبه نتاع العيد. يمكن ناس اللي هما صغار زادة تحرموا من الالعاب نتاع العيد، والا زادة تمتعوا وعاشوا يعرفوا اش معناتها فرحه العيد، يحبوا يقسموا هذايا مع صغيرات اخرين، صغيرات محرومين حرمهم المرض انهم يكونوا مع عائلاتهم ومع صغار اخرين، والا الامكانيات الماديه نتاع بعض العائلات اللي ما تنجمش زادة توفر اللعبه، تقول لك انا نوفر الحياه نتاع كل يوم ديجا من الله ومني كما نقولوا بالدارجه. فانتوما الناس الكل اللي تحبوا تعاونوا هالجمعيه هذايا انهم يكونوا موجودين في عزيزه عثمان ويفرحوا اكبر عدد ممكن من الصغيرات، كلمونا على 58 550 700 7 ونحطوكم باتصال مباشر مع ذكرى شنوفي. انا حبيت جوست نحييكم ذكرى، نحيي الشباب الكل نتاع اجي سي سي مروج نتاع مقرين نتاع رادس، ونسلم على رادس ومقرين والمروج زاده، ونقول لكم بارك الله فيكم على الخدمه نتاعكم، وان شاء الله تفرحوا زاده كما قاعدين تفرحوا في الصغيرات هذو. مره اخرى كان تحبوا تعاونوهم مرحبا بكم على 58 550 700 7. نشكركم الكل اللي كنتم معنا من ماضي ساعه ونص الماضي ساعتين اليوم في مع الناس. شكرا ليك اسامه صافي في الاعداد اليومي، شهر رمضان ماهوش سهل في الاعداد، زاد مساعدة الاعداد شادي بارك الله فيك. امينوس في الاخراج والمرافقه اليوميه كل يوم بنفس النشاط وبنفس البسمه الجميله، وشكرا لكل فريق الاخراج الرقمي ايهاب عبدو، شكرا لكم على خدمتكم. انا ما بقى لي كان نقول لكم خليكم ديما على اي اف ام شاهيه طيبه. كنت معاكم زينب مالكي في لمان مع الناس. اي اف ام انفو ترافيك. نهاركم زين ومرحبا بكم على اليافين في تونس. الحركه معطله في شارع نوفا في شارع يسرى عرفات نيفو الفخيت للي جاي من المطار. التعطيل زاد في خارج تونس الجنوبيه من لوتوروت 1 نيفو الباساج، ويرجع التعطيل نيفو دي بوزفيل في اتجاه حي النور. الضغط في شارع نوفا فغيل نيفو الجورجيني